السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا بقف هنا عند المحيط الهندي في جنوب كينيا في منطقة اسمها كليفي. المنطقة دي ليه أنا واقف النهاردة بكلمكم يا شباب عند المحيط؟ أنا عايزكم تبنوا علاقة قوية جدا بينكم وبين من خلقها الله سبحانه وتعالى لخدمتكم. من خلقهم الله سبحانه وتعالى لخدمتكم، خلق الأشجار، خلق الأشجار، خلق البحار، خلق المحيطات، خلق الحيوانات، خلق الطيور، كلها عشان تخدمكم. أنا بتكلم هنا عند المحيط ده. المحيط ده في الماضي لو تحدث المحيط بما رأى وما سمع وما وعى وما عرف وما سجل لتحدث عن تاريخ عظيم لأمم عبرت هذا المحيط، أتت من آسيا وأتت من أوروبا وأتت من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أتت هنا. لماذا؟ ناس جم من الهند، أنا شفتهم في موزمبيق وفي ملاوي وفي جنوب أفريقيا من مئات السنين، إما أنهم حملوا حملا في كعبيد وأتوا بهم لجنوب أفريقيا، وإما أنهم خاضوا هذه البحار والمحيطات لكي يكونوا من الفاتحين، لكي يكونوا من الزاهدين، لكي يكونوا من منشرين العلم، لكي يكونوا من الموحدين، لكي يكونوا من العارفين بالله، لكي يكونوا من بنات المجتمعات وبنات الحضارات وبنات الثقافات. ثم خاضوا هذه، فاعتبروا هذا المحيط بالنسبة لكم يا شباب إن هو يعتبر بالنسبة لكم مطية تمتطوها لكي تأتوا إلى العالم الآخر الذي تريدون أن تكتشفوا خيراته كما اكتشفوها آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا إلى آخره منذ مئات السنين أو منذ آلاف السنين. هنا اليوم بنتكلم معكم كشباب، هنا اليوم بنتكلم معكم، أنتم مستقبل هذا العالم وأنتم حاضر هذا العالم، وأنتم ستكونوا بإذن الله سبحانه وتعالى من تؤرخوا تاريخ مستقبل هذا العالم. فإن أردتم أن تكونوا حاضر هذا العالم، إن أردتم أن تكونوا مستقبل هذا العالم، إن أردتم أن تكونوا من يؤرخ تاريخ هذا العالم، فلا بد أن تركبوا الصعاب وتعتبروا أن الصعاب بالنسبة لكم هو نزهة نتنزهها كما نخرج إلى ضيعة أو نخرج إلى حديقة أو نخرج إلى غابة أو نخرج إلى مدينة أو نخرج إلى آخره. فإن أردنا أن نكون هؤلاء بناة المستقبل، هؤلاء بناة الحياة، هؤلاء صناع الحياة، هؤلاء صناع التغيير المجتمعي داخل الحياة، فعلينا أن نجعل الصعاب سهلة لنجتازها. فعلينا أن نجتاز كل صعب وكل تحدي وكل عقبة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالإيمان القوي وبالمعرفة. نحن هنا أتينا للمحيط لنتحدث معه ويتحدث إلينا. اعتبروا المحيط كبشر، تحدثوا إليه، انصتوا إلى أمواجه، شوفوا أمواجه، شوفوا لونه الجميل العظيم ورماله الجميلة اللي أنا واقف عليها دلوقتي، ولكي نعي ماذا قدم أبناء أبائنا وأجدادنا وأسلفنا للبشرية كلها من قادة وعلماء ومن فاتحين ومن زهاد ومن عباد ومن مثقفين ومن علماء، كل هؤلاء ماذا نحن قدمنا للبشرية يا شباب؟ نحن الآن لنا رسالة، أن الله سبحانه وتعالى جعلنا مستخلفين في الأرض، فما هي رسالتنا؟ رسالتنا هي إنقاذ البشرية، رسالتنا هي إنقاذ الإنسانية، رسالتنا هو تأثير العدل والإخاء وبناء الحرية وبناء الكرامة وبناء العزة لكل مواطن يعيش داخل مجتمع الكرة الأرضية كلها. هذه هي رسالتنا، أن نجعل الإنسان حرا، أن نجعل الإنسان كريما، أن نجعل الإنسان مبجلا، أن نجعل الإنسان محترما وليس مهانا وليس مستعبدا وليس مهمشا وليس مغتصبا كما نرى الآن. هذا هو دورنا وهذه هي رسالتنا أيها الشباب. علينا أن ننقذ الإنسان من ظلم أخيه الإنسان، وننقذ الإنسان من سرقة أخيه الإنسان له، واغتصاب أراضيه واغتصاب ممتلكاته واغتصاب نسائه واغتصاب أراضيه إلى آخره. علينا أن نرجع عظمة الأديان
التي أتى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين منذ آدم عليه السلام وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لكي نسعد البشرية بآفاق إيمان هؤلاء الأنبياء. وهذه هي رسالة الإسلام وهذه رسالة الإسلام. ونحن نتشرف بأن نكون مسلمين، ونحن نتشرف بأن نكون خدما للبشرية وخدما للإنسانية وخدما لكل من أراد أن يخدم أخيه الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. رسالتنا اليوم ونحن نشهد هذا المحيط، المحيط دلوقتي يشهد علينا، ونحن واقفين هنا في ملائكة كثيرين وفي مخلوقات كثيرة لا نعلمها لكن يعلمها الله سبحانه وتعالى، وفي مخلوقات داخل هذا المحيط اللي نتكلم عنه، ومخلوقات تحت رمال هذا الشاطئ اللي نقف عليه تسمعنا وتعي ما نقول وتسجل ما نقول. تعالوا هنا وهناك، ولا تقبعوا في مضاجعكم أو في مواهلكم أو في أماكنكم، محبطين مغيبين مهمشين حائرين أبدا. اربطوا إيمانكم بالله سبحانه وتعالى، وضعوا يدكم في يد الله سبحانه وتعالى، وتوكلوا على الله، وليكن ديدننا العلم والمعرفة، لنتعلم. لماذا نتعلم؟ لنفهم، نتعلم لنعلم، نتعلم لنستنبط، لنستقرئ، لنستخرج، لنكون الآراء، نتعلم لننقذ البشرية وننقذ الإنسان وننقذ كوكب الأرض اللي احنا نتكلم عنه. نحن لن نحبط على الإطلاق أبدا، بل بالعكس سنجعل من هذا المحيط مركبا لنا نمتطيه بمنتهى السهولة، وسنطوع هذا المحيط لنا بإيماننا بالله سبحانه وتعالى وأبنى برسالات الله سبحانه وتعالى التي نزلها أو أنزلها على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه الأنبياء والرسل الآخرين. هذا المحيط لن يعجزنا، وهذه الجبال لن تعجزنا، وهذه السماوات سنصل إليها وسنعلوها وسنعتليها. لماذا؟ لأن الذي سيوصلنا إليها هو إيماننا بالله سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه، ثم معرفتنا العلم والفهم والوعي والإدراك هم سبيل نجاة وإنقاذ هذه البشرية من هؤلاء هذه الزمرات الطاغية الغاصبة الحاقدة الماكرة السيئة التي تريد أن تسرق مقدرات الشعوب من أجل حفنة من الدولارات أو الدينارات لها. لا تستمعوا إليها ولا تستمعوا لهؤلاء الناس، واستمعوا لمن أتى به الله سبحانه وتعالى نبيا موحدا ورسولا هاديا مع إخوان الأنبياء والرسل، ولنضع أيدينا في أيدي بعض، ولنضع قلوبنا في قلوب بعض، وتتشابك الأيادي وتتشابك الآراء وتتشابك الرؤى وتتشابك الأهداف لكي نجعل هذا المحيط كبساط، كما نرى الآن هو كالبساط الآن يحملنا إلى حيث نريد بفضل الله وبعزة الله سبحانه وتعالى وبالعلم الذي تعلمناه وبالمعرفة التي وعناها وبالحب الذي زرعه الله سبحانه وتعالى وزرعته الأنبياء والمصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوبنا للإنسانية والبشرية. حبوا الحياة، ابنوا الحياة، حبوا المجتمعات، حبوا خلائق الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم، حبوا كل هؤلاء لكي يجعلكم الله ويجعلنا الله سبحانه وتعالى صناعا للحياة، كي يجعلنا الله سبحانه وتعالى صناعا للحياة، كي يجعلنا الله سبحانه وتعالى صناعا للحياة وأصحاب نظريات التغيير الإيجابي لبناء المجتمعات والمحافظة على مقدرات الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. أنا عندي ثقة كبيرة جدا 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 في الله سبحانه وتعالى، ثم في كل منكم، كل من سمع هذا الكلام فليعيب وليعمل أعظم منه وليذهب إلى أماكن أخرى أبعد من هذه الأماكن لينجز فيها ويترك فيها أثرا كهذا الأثر الذي يتركه على الأرض. هذا أثر لابد أن يكون لكم في الأرض أثرا وفي السماء أثرا وفي البحار أثرا وفوق الجبال أثرا، وحتى الرياح تتحدث عنكم، وحتى الطيور تتحدث عنكم، وحتى الأشجار تتحدث عنكم، وحتى الخلائق كلها تتحدث عنكم. هذا هو أثركم، أثر إيمانكم. وأثر إيمانكم بماذا؟ إيمانكم بربكم، إيمانكم برسلكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم، إيمانكم برسالتهم، إيمانكم بقيمتكم في الحياة، إيمانكم برسالتكم في الحياة، إيمانكم بما تستطيع أن تقدمناه في الحياة من أجل إحياء الحياة وأجل إحياء كل كائن داخل الحياة. جزاك
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. لا للإحباط، لا للإحباط، لا للإحباط. نعم لبناء الحياة، نعم لبناء الحاضر، نعم لبناء المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.